السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم انا واحد من اقوى مواقع ربح العملات الرقمية بشكل اوتوماتيكي، بدفع على المحفظة البسيطة فوشيت بي بشكل اوتوماتيكي ودفعات كتير كويسة بمجموعة مميزة من العملات الرقمية. اذا حابين تربحوا بهي الطريقة تابعوا الفيديو حتى النهاية حتى نشرح طريقة العمل ونقدم اثباتات سحب جديدة طبعا ومستمرة على الفوشيت بي. طيب بسم الله نبدأ. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح يطلع لك اياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشرة ما بستخدم اي روابط مختصرة، هذا اللينك بياخذك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة، يعني ضغط يا اخي كريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بننشئ حساب جديد، نروح على كلمة ساين اب او التسجيل هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بدل الموقع ببياناتك بنحط هون اسم مستخدم اللغة الانجليزية، ايميل صحيح يفضل يكون جيميل، وراح ناكد هذا الايميل، باسورد محترمي، ارقام رموز حروف باللغة الانجليزية والاحرف لازم تكون صغيرة وكبيرة واقل شيء 8 خانات. راح اعطيكم مثال مشان سهلكم الصورة. طبعا ممكن نوضع اول شيء شويه ارقام، تمام اصدقائي، فينا نحط بعدين مثلا رموز مثل ات، فينا نحط رمز الثاني مثلا شباك، فينا نحط احرف صغيره وكبيره باللغه الانجليزيه مثلا هي صغيره بالكابس لاك، بنحط كبيره شويه ارقام، صار معنا كلمه مرور صحيحه وبيأخذ الموقع بدون اي مشاكل. تاكد تكون اكثر كمان من 8 خانات، تمام اصدقائي. بناخذ النسخ وبنرجع للموقع، ما نحطها بهي الخانه، بنعيد الباسورد كمان هون، طبعا بنحفظ هاي البيانات في مكان ما نضيعه مشان دائما نعرف نسجل الدخول للموقع. بنحط هون الجندر، نحن شاب او صبيه، نختار بلدنا بشكل صحيح بيكون ملائق بلدك، اتركه مثل ما هو، تمام اخي الكريم. بنحل الكابتشا، بنوافق على شروط كلمه ريجستر، بيكون صار عندنا حساب الموقع، ربطنا رساله تاكيد على بريدنا الالكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، فيها رابط او لينك بضغط عليه بفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين اصدقائي بنروح على تسجيل الدخول او لوجن، من عبي بياناتنا ومنسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع، من الداخل نحن بنجمع توكن وبنحوله للصنبور الاوتوماتيكي للعملات مباشره على الفوشيت بي، وفينا نجمع داخل الموقع على الشكل كوينز ونسحبهم بعدين من الويزدرو بالنسبه للشكل الاوتوماتيكي مباشره بالنسبه للويزدرو، طبعا بيراقب الادمن وبرسلها خلال 72 ساعه. فانا بفضل الشكل الاوتوماتيكي بيكون افضل بكتير، وباخذ دفعاتي مباشرة على الفوشيت. طيب انا كيف بدي اجمع هاي التوكن؟ عندنا مجموعة مميزة من طرق الربح، عندنا هون شورت لينك او روابط مختصرة، فيزيت شورت لينك، طبعا موجود مجموعة كتير كبيرة من الروابط المختصرة، هذا الرابط 11 توكن، 11 توكن، شايفين اصدقائي موجود كتير روابط مختصرة ممكن نشاهدها ونكسب القيم الخاصة فيها. طبعا اغلبية هاي الروابط سهلة ما صعبة، اذا لقيت انت شيء معقد لا تشتغل، واشتغل على الشغلات السهل داخل هذا الموقع. مثلا هون الـ OII سهل ب 10 توكن، بروح على فيزيت حولني مباشرة للرابط المختصر. طبعا الروابط المختصرة فيها نوافذ منبثقة نحن بنسكرها بطبيعة الحال، بنروح بعد على كليك هير تو كونتينيو، اعطاني هون عدادة رقمية بنتظر اكتمالها، طبعا مثل ما قلنا اي نوافذ منبثقة بتطلع لنا بنسكرها، بروح بعد على كونتينيو مرة ثانية، جيت لينك، بعدين بنزل شوي بالصفحة بلاقي العدد الرقمي الدائري اكتملت، جات لينك، بضغط عليها بسكر النافذة المنبثقة وبعيد الضغطة، راح يرجعني للموقع المشروح واكسب العشرة توكن. شايفين اصدقائي اخذنا العشرة توكن انضافوا برصيدي داخل هذا الموقع. فيني تابع بقية الروابط المختصرة، طبعا كلها مشابهة لهذا المبدأ تقريبا. في عنا اعلانات، في عنا تعدين حقيقي بيعتمد على قوة الجهاز، في عنا مهمات، في اكثر من 16 مهمة داخل الموقع ممكن ننفذهم نكسب قيمتهم، في عنا صنبور عادي لازم تتجاوز الروابط المختصرة يفتح لك الصنبور العادي تستفاد منه، لكن الربح الاساسي اخي الكريم هو من الاوفرز او العروض. طبعا موجود مجموعة مميزة من الشركات داخل الموقع، اذا ضغطنا على اي وحدة منها بيعطينا هاي الواجهة وبيعطينا بقية الشركات. طبعا احنا هون بنجمع كريدت وبنحول هاي الكريدت للتوكن الاساسي داخل الموقع من هدول السهمين. داخل هاي الشركة مثلا اوفر ويلز في عنا مجموعة من طرق الربح بسيطة، افضلها هو الاوفرز، طبعا ببلدي ما اعطاني كتير عروض، راح شوف مثلا شركة تانية، اخترت مثلا الاوفر دادي، شوف انت اللي بيناسب بلدك، تمام اخي كريم. نزلنا شوي بالصفحة لتحت لحتى اشوف العروض، في عندي هون عرض علي بابا ب 1920 كريدت، بس حمل هذا التطبيق ومستخدم جديد، في عندنا هون زين سيري لكن غير متاحه باغلبيه البلدان، تمام لو اعطاني الاشعار تبعها لكن هي غير متاحه، فيني اشوف اللي بيناسب بلدي واشتغل عليه، وفيني اشوف كل هدول الشركات. كمان فيني افتح بيت شركات مثل سي بي ار ليد، الكيو وول وغيرها، شايفين اصدقائي ممكن يعطيني بعض العروض الصغيره بنفذها وبكسب القيم الخاصه فيها. طيب نحن جمعنا هلا النقط او الكريدت بنحولهم بشكل مباشر مثل ما قلنا من هدول السهمين لرصيد التوكن. هلا التوكن
هي اللي بنحولها لرصيدنا بالفوش، تبيع على شكل عملات رقمية، أو فينا نجمعها هون كوينز ونسحبها بشكل يدوي. طبعا أنا أفضل استخدم الطريقة الأولى اللي هي أوتوماتيك، مثل ما قلنا بيوصلوا مباشرة على رصيدي بالموقع. إذا كوينز بطلبهم طبعا أدمن الموقع بيدفع لي إياهم خلال 72 ساعة. أغلبية هاي الدفعات بتكون على شكل الباير، تمام؟ بستخدم الباير هون بيعطيني معادلة باليو اس دي، لكن أنا راح أسحبها بشكل أوتوماتيكي على الفوشيت باي، تمام أصدقائي؟ مثل ما قلنا من هاي الطريقة الأوتوماتيكية. فأول شيء لازم أضيف إيميل داخل الفوشيت باي، بروح على مور، بروح هون أصدقائي على الاكونت سيتنج، بضغط عليها. طبعا بهاي الخانه بضيف ايميلي داخل الفوشيت باي، بحط باسورد داخل هذا الموقع وبعمل له سيف، بزيد يسحب على الباير بالشكل العادي مثل ما قلنا بالشكل اليدوي اللي هو نجمعه داخل الموقع. طبعا بحط هون الاكونت ان او الخاص بالباير اللي ببلش بحرف البي. بالنسبه للكوين بيز بحط ايميلي داخل الكوين بيز. في عنا ميزة حلوة داخل الموقع، فيني أعرف الناس شو عم تسحب داخل الموقع، أعرف إنه هذا الرصيد مليان بشكل أوتوماتيكي. إذا رحت هون على المور مرة ثانية ورحنا على البيمنت بروف، طبعا هون شايفين أصدقائي هي أنا كنت ساحبها لايت كوين، شايفين أصدقائي اليو اس دي تي مليان، الماتيك مليان، تي ار اكس مليان، بعرف إنه هاي العملات مليانة، ففيني شغل مع الصنبور الأوتوماتيكي. بروح على الفوشت أو الصنبور اللي هو الصنبور الأوتوماتيكي، بروح أصدقائي على الأوتو كليم هاي اللي هون، بضغط عليها. طبعا تفتح معنا الصفحة، راح اختار انا هون الفوشيت بيك او وسيلة السحب، فيني اجمعهم كوينز واسحبهم بالويزدرو مثل ما قلنا، لكن انا بفضل شايفين اصدقائي الفوشيت بيك، بختارها هون، راح اختار لايت كوين، راح اختار عملة ثانية مثلا مثل عملة الماتيك بوليكون ماتيك، تمام اصدقائي؟ شفتون انا مليانات وقت اللي شفنا اثباتات السحب من هذا الموقع، الاثباتات الكاملة، فانا راح اختارهم، بختار من هون كل دقيقتين يحدث، وراح اختار من هون ضرب 5، كل شيء انا معي اصدقائي. طبعا هون التوكن داخل الموقع راح يرسل لي هون على شكل دفعات داخل الموقع، او داخل عفوا الفوشيت بي. طبعا راح تكون الدفعات هون 1324 ساتوشي لايت كوين، لان اخترت اكس 5، اذا اكس 2 مثلا بيكونوا 500، اكس 1 بيكونوا 200، اكس 4 طبعا بيكون 1000، هون اكس 5 بيعطيني هاي المعادلات سواء كان باللايت كوين او بالماتيك، هون 100000 ساتوشي ماتيك. طبعا كل شيء معي رصيد بيستمر الموقع يدفع لي كل شيء معي توكن، تمام؟ انتبه لهذا الشيء، لازم تستمر بجمع التوكن. فانا اذا رحت على كلمه ستارت اوتو كليم بيقول لي الموقع كل مطالبه راح ياكل لي 120 توكن، شايفين اصدقائي، ويعطيني هاي المعادلات اللي حكيناها على الفوشيت بي. فانا ما راح نطركم معي، راح انتظر هدول الدقيقتين يمروا، بس قربت تنتهي طبعا الاعداد الرقميه بنشوف اثباتات السحب المباشره على الفوشيت بي. طبعا هلا راح تحدث الصفحه، شايفين اصدقائي ارسل لي هاي الكميات من لايت كوين وهاي الكميات ماتيك على الفوشيت بي. فانا بروح على الفوشيت بي بحدث صفحه الدفعات داخل المحفظه الوسيطه فوشيت بي حتى اشاهد هدول الدفعتين اللي وصلوني. طبعا هاي بالماتيك 100000 ساتوشي وشوي تكسور، هون باللايت كوين 1300 ساتوشي. كمان راح نشوف فيكم اثبات تاني بس تمر هاي الدقيقه ونص. طبعا كمان هلا راح تحدث الصفحه، شايفين اصدقائي كمان اعطاني هاي الكميات 100000 ساتوشي وشوي تكسور ماتك، كمان 1300 ساتوشي من عملة اللايت كوين. راح نحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت بي حتى كمان نشوف هدول الدفعتين الجداد اللي وصلوا هلا. طبعا توا مثل ما قلنا هدول هي الماتك وهي هي اللايت كوين، شيء كثير كويس اصدقائي. طالما انا معي هون توكن راح يستمر الموقع يرسل لي، وفيني انا افتح صفحة الارن او العروض بصفحة تانية، اوبن نيو تاب، وبلش كمان اشتغل على هدول الشركات وكمان اكسب. طبعا اصدقائي الموقع في شق استثماري اسمه الانترست، انا ما بستخدمه، انت لا تستخدمه. الشقوق الاستثمارية داخل المواقع الربحية ممكن يوم من الايام تسكر هاي المواقع، ممكن يعمل كانسليشن لايداعك. لا تستخدم الشقوق الاستثمارية داخل المواقع الربحية، طالما متاح عنا نشتغل مجانا بهي الطرق نحن بنشتغل مجانا، شو بدنا بالشقوق الاستثمارية؟ طبعا دائما ركز على هاي الفكرة. طبعا اصدقائي موقع عملاق بيشتغل من فترة زمنية طويلة، بيعتقد بيشتغل من سنة 2020. في كمان 5 مواقع عملاقة لربح طبعا العملات الرقمية بشكل اوتوماتيكي، راح احط لك اياهم اخي الكريم بصندوق الوصف. واهم 3 فيهم هني الفاينل اوتو فوشيت داتشي كورب، الثاني هو الفاير فوشيت، والثالث هو اوتو فوشيت. طبعا 3 مواقع كتير قوية، راح تلاقيهم كمان ببطاقات هذا الفيديو مشان تستفاد منهم اخي الكريم. طبعا اصدقائي بيدوا وقت دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه، الباير، الفوشيت بي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.
وبركاته.